الفنانة الكبيرة الأستاذة شهيرة محرز، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أولا سعداء بوجود حضرتك، وسعداء كمان إن احنا الحقيقة بنتفرج على أزياء تراثية مصرية أصيلة في منتهى الجمال. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي، شكرا للفرصة دي. شكرا جزيلا، يعني العمل معاكي حاجة مشرفة. شاكرة جدا يا فندم. وأنا هبتدي الحقيقة مع حضرتك من يعني هذا التغير في التوجه. حضرتك كنت طالبة في الجامعة الأمريكية وقسم كيمياء، كيف جاء هذا التحول؟ والله لأن أنا من وأنا صغيرة حاسة بالتناقض، لأن أنا جاية من عيلة مصرية تقليدية، ولكن دخلت زي كتير من الأطفال الموجودين النهاردة في مدارس لغات. أيوة. فكان في مدرستنا لو نتكلم عربي نعاقب، ولازم نبقى بنتكلم فرنساوي بالذات. أنا كنت في مدرسة فرنسوية، وكنت حاسة بتناقض ما بين أسرتي المصرية التقليدية اللي بتسمع أم كلثوم وعبد الوهاب، وما بين المدرسة اللي بتقول لي بالفرنساوي نو بارلي با كوم لي بيتي أراب. فأنا كنت بيتي أراب أنا، فحسيت من وأنا صغيرة. وبعدين بقول ميزة المدارس وقتها وما أظنش موجودة دلوقتي، إن كانت بتعلمك نظرة نقدية. فحسيت من اللي أنا اتعلمته منهم إن لازم أنتقد اللي هم بيعملوا فينا، ولازم أتمرد شوية وابتدي أدور على هويتي. فأنا من وأنا صغيرة، وبعدين صراحة والدتي كمان كانت بتساعد، لأن حقيقي عيلتي ما كانش منتمية لأي أحزاب وما كانش مسيسة. بس أنا فاكرة إن وأنا عمري 7 سنين والدتي كنا ساكنين في بيت جدي في الدقي، وبيت امها في يعني جدتي بس من ناحيتها كان على بعد يمكن 500-600 متر في ميدان المساحه. واحنا ماشيين وانا عمري 7 سنين، وريت لي عسكري بريطاني كان بيحرس السفاره، وقالت لي شايفه العسكري ده لو تعرض لنا مش هنقدر ناخد حقنا منه، لان بلدنا محتله. احنا في حاجة اسمها المحاكم المختلطة بتفرض على بتميز الأجانب علينا، احنا ملناش بلد. يعني درس سياسي. وانا عمري 7 سنين وافتكرته، ولما حصل وقت عبد الناصر المقاطعة منعت اي حاجه انجليزيه تدخل في البيت، فالبيت وقتها كان كل حاجه بتيجي من انجلترا من الابر للصاروخ. أيوة. فبقى في مشكله في البيت، بس كان درس لنا كلنا. وبالنسبه برضو لاسرتي في 56، انا فاكره ان والدي ووالدتي قلنا انا واخويا، انا كان عمري 12 سنه واخويا 15، وقالوا لنا زي كل سنه لكم الحق في 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 في, في ملابس للموسم ده، لكن البلد في حرب، واحنا راينا ان لازم تتبرعوا للمجهود الحربي. فانا رايي كانت اسره يعني التوجهات الوطنيه في هذه الاسره كانت مبكره مع جدا، مع ان كانت اسره غير مسيسه. ما كانش والدي داخل في اي احزاب، ولا ما كانش منتمي لتيارات سياسيه. بس كان في وطنيه شديده وحب شديد للبلد. فحسيت ان انا فين انا يا مصريه، وتعلمت في الكتب الاجنبيه ان انا بلدي اقدم بلد في التاريخ، وإن إحنا في فترة العصور الوسطى إحنا اللي وصلنا الحضارة للغرب. طب فين كل ده؟ أيوة. وليه لازم الحقيقة بنت فرنسية؟ صحيح، يعني حضرتك بتشيري برضو لشيء مهم جدا جدا، إنه الكتب المدرسية والثقافة الأولى للأطفال مهمة جدا جدا جدا.